مرحبا لجميع أصدقاء الكتب في فيديو جديد. في هذا الفيديو أريد مشاركة قائمة الروايات اليابانية التي أريد قراءتها لهذا العام 2018. هي 12 رواية أو 14 رواية، بما أنني أنا من بين عشاق اليابان والثقافة اليابانية، أكيد عندي بزاف ديال الروايات مترجمة من اللغة العربية، مترجمة من اللغة اليابانية إلى اللغة العربية. وهذا العام قررت أنني نقراها كاملة اللي هي هذه، وباش نشجع راسي أكثر قمت بإنشاء مجموعة للقراءة في موقع Goodreads. سأترك لكم رابط المجموعة في صندوق الوصف للأشخاص المهتمين بالقراءة ومناقشة الكتب اليابانية. الفكرة ديال تنادي القراءة ديال الأدب الياباني هو أننا غادي نقراو كتاب كل شهر. الكتاب ديال شهر يناير هو هذا، بالنسبة للناس اللي باغيين يبداو، البحر الذي لفظه البحر ديال يوكيو ميشيما. الكتب كاملة مترجمة باللغة العربية، كاملة متوفرة ورقيا ومتوفرة إلكترونيا للناس اللي باغيين يقراو معايا. حاليا المجموعة كاينة في الويب في الانترنت، يعني يقدر أي واحد من أي مكان في العالم يقدر ينضم. كنتمنى مستقبلا نولي ونتلاقاو على أرض الواقع. ممكن غادي نحاول أننا على حسب تفاعل ديال الناس وعلى حسب شنو غادي يوقع، يعني مازال الامر مفتوح للتعديل او للتقرير. بالنسبه للكتب اللي غادي نقراو هما ثلاثه: يوكيو ميشيما، ياسوناري كاواباتا، بانانا يوشيموتو. نبدا لكم بالكتب نقولها لكم، عاد نهضر لكم على هاد الكتب الثلاثه. الكتاب الاول هو البحر الذي لفظه البحر ديال يوكيو ميشيما، هي روايه قصيره. من بعد كاين عطش للحب، تاهي ديال يوكيو ميشيما. من بعد كاين ثلج الربيع ديال يوكيو ميشيما، الجزء الاول في سلسله رباعيات الخصب. من بعد كاين الجياد الهاربه ليوكيو ميشيما. من بعد معبد الفجر ليوكيو ميشيما. سقوط الملاك ليوكيو ميشيما. هنا كاينه واحد الروايات قصيره ديال بانانا يوشيموتو، روايات قصيره كاينه في كتاب واحد. الرواية الأولى هي مطبخ، والثانية هي خيالات ضوء القمر. من بعد كاين سرب طيور بيضاء ديال ياسوناري كاواباتا، هذا هو أول كاتب حصل على نوبل في الأدب، كاتب ياباني. من بعد كاين ضجيج الجبل ديال ياسوناري كاواباتا. من بعد كاين بلاد الثلوج ديال كاواباتا. كاين ترجمة أخرى بلاد الثلج كنظن، ولا بلاد الثلوج. بالنسبه لهاد الكتاب مختلفين بثلاثه بيهم، كل واحد في حقبه زمنيه، وكل واحد عنده عمر مختلف، وكل واحد عنده اسلوب لغوي ونوع ادبي مختلف على الاخر. بالنسبه الاول هو كاواباتا. كاواباتا اللي نقدر نقول عليه هو انه من بين اشهر الكتاب اليابانيين في العالم، لأنه أول كاتب ياباني خدا جائزة نوبل سنة 1968. هو مراسل صحفي مترجم عن الإنجليزية وكاتب، كيكتب القصة القصيرة وكيكتب الرواية وكيكتب المقالة وناقد أدبي. هذا الكاتب كان مات منتحر بالغاز. عنده أعمال كثيرة من بينها الجميلة النائمات، راقصة إيزو، حزن وجمال، بلاد الثلج، صوت الجبل، البحيرة، قصص بحجم راحة اليد، العاصمة القديمة، سيد الجنائز، خادمات نزل، وقصص أخرى، أستاذ جو. بالنسبة ليوكيو ميشيما، يوكيو ميشيما تولد من بعد من كاواباتا سنة 1925، يعني الفرق بيناتهم 25 سنة. ويوكيو ميشيما وكاواباتا كانوا أصدقاء بزاف، كانت بيناتهم واحد العلاقة قوية، لأن كاواباتا كان بحال المعلم الروحي أو العراب الأدبي ديال يوكيو ميشيما. كانوا كيتراسلوا مدة ديال 25 عام تقريبا. يوكيو ميشيما مات حتى هو منتحر، عنده 45 سنة. و غزير الإنتاج الأدبي، يعني عاش غير 45 عام وقدر أنه يكتب 34 رواية، 25 قصة، 50 مسرحية. وكان مخرج سينمائي، وكان ممثل وعارض، ناقد أدبي وكاتب مقالات. من بعد داروا له جائزة باسم ديالو، هي ميشيما برايس.
هذا الاسم ديال يوكي ميشيما هو اسم مستعار لانه بدا كيكتب ملي كان تلميذ وكان خاف شي كان ظن معلم نصحو انه يدير اسم مستعار باش يحمي راسو من النقد العنيف ديال الناس في حالات انه باعجبهمش داكشي اللي كان كيكتب ما يتعرفش شكون هو الكاتب ديالو. يوكيو ميشيما ولد لعائلة ثرية يعني كان عاش في واحد الوسط اللي هو مثقف ودرس القانون عمل في وزارة المالية ومن بعد تفرغ للكتابة الأدبية. عنده بزاف ديال الكتب من بينها البحر الذي لفظه البحر هاد الكتب اللي قلتها من بعد كاين هدير الأمواج ألوان محرمة الغابة في ريعان ازدهارها هادي نشرها ملي كانت عنده 19 سنة هي أول كتاب تنشر ليه والمعلومة الغريبة اللي قريتها هو أنه منين نشرها في ذاك الوقت طبع منها 4000 نسخة وبالنسبة ليهم 4000 نسخة عدد اللي هو صغير يعني محدود 4000 نسخة عدد محدود هنايا في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه 4000 نسخة عدد ماشي محدود يعني كيفاش هما مجتمع تقرا بزاف لدرجة أن 4000 نسخة بانت ليهم عدد اللي هو محدود ديال النسخ. الكاتبة الأخيرة اللي غادي نقرا ليها هذا العام هي بانانا يوشيموتو تولدت سنة 1964 حتى هي عندها اسم مستعار يوشيموتو صحيح اسم العائلي وبانانا الاسم الشخصي ديالها اختارت هاد الاسم لأنها ما بغاتش اسم يبين الجنس ديالها يعني اسم مزدوج الهوية الجنسية اللي غادي يسمع بانانا ما غاديش يفهم واش هو رجل او امراه هي راها امراه وبعد عاوتاني لانها كتبغي الموز داكشي اللي سمات راسها بانانا. الاب ديالها فيلسوف وشاعر وناقد الكتاب الاول ديالها هو مطبخ هو اللي غادي نقرا اللي غادي نقرا فيتقريت وغادي نعاود نقراه لان بانانا قريت ليها لاول مره عجبتني تطبع 60 مره الكتاب ديالها. النقاد تعتبروها كاتبة سطحية وتجارية يعني كاتبة من الوزن الخفيف ولكن المعجبين ديالها كيدافعوا عليها وتعتبروها زعما كاتبة اللي كتستحق انها تعرف اكثر و يعني تستمر في الكتابة وهي كتطمح انها توصل لجائزة نوبل واخا مازال حد الان ما ترشحت ليها نتمنى انها ترشح ليها على الاقل. كنظن هادشي كله اللي نقدر نقول على هاد الكتاب. القراءة حاليا غادي نبدا بالبحر الذي لفظه البحر اللي هي هادي في شهر يناير واخر كل شهر غادي نبقى ندير فيديو على الكتاب اللي قريت. الناس اللي ما غاديش يبغيو ينضموا الناس اللي ما عندهمش جود ريدز يقدروا انهم يديروا جود ريدز باش انهم ينضموا والناس اللي ما باغينش ينضموا يقدروا يتبعوا غير في يوتيوب راه غادي نقول فيه يعني كل شهر الكتاب اللي غادي نقراه غادي نعمل عليه فيديو في يوتيوب او غادي ندير عليه مقال في مدونات اصدقاء الكتب غالبا غادي نديرهم بجوج لانني كنتكلم باللهجه المغربيه وكنبغي انني نحط محتوى بالعربيه الفصحى باش الناس اللي ما كيفهموش مزيان يقدروا انهم يتبعوني. كنتمنى لكم قراءه ممتعه. الناس اللي مهتمين ياريت تقولوا لي في تعليق انكم غادي تقراو معايا هذا الكتاب غادي نحط لكم الرابط التحميل ديالو ونتمنى انكم تستمتعوا في هذا النادي وتعرفوا على كتب جديده واننا نديروا مناقشات اللي هي راقيه وعميقه ونستافدوا من الاراء ديال بعضياتنا لانني انا كنبغي بزاف مناقشه ديال الكتب لانها كتعرفني على الخبايا ديال الكتاب ماشي كنقرا فقط ولكن كنفهمه بعمق والمناقشه هي اللي كتقدر انها تحقق هذا الهدف هذا لانك كتعرف اراء ديال اشخاص اخرين ما كتبقاش محدود في داكشي اللي انت كتفكر فيه ولكن كتشوف وجهات نظر مختلفه وتقدر تكون متناقضه لوجهات النظر ديالك. هادشي اللي كيكون مثمر بزاف وعميق بزاف وكتطور بزاف ديال الحوايج في الطريقه ديال التفكير وفي الطريقه ديال قراءه العمل الادبي. كنتمنى لكم قراءة ممتعة وشكرا بزاف على المشاهدة ومع السلامة.